تعالوا نشوف أبرز المواقع الإلكترونية والصحافة النهاردة بتقول إيه، وهنبدأها بالجمهورية. وزير التعليم العالي استعداد بالمستشفيات الجامعية تحسبا لأي مستجدات بخصوص كورونا. شدد خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي على ضرورة استمرار رؤساء الجامعات في تنفيذ الخطة المتكاملة لتطعيم عناصر المنظومة التعليمية، أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب، مؤكدا ضرورة استمرار كل الأطقم الطبية في العمل بكامل طاقتها وبشكل منتظم، وذلك بالتنسيق مع إدارات الكليات وإدارات رعاية الشباب جميع نقاط التطعيم المنتشرة داخل الجامعات والتي تتوفر فيها الكميات اللازمة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا. أعتقد ده نقطة مهمة جدا يا عبد الله، لأن فكرة المتابعة بشكل جيد يعني ما بين مؤسسات الدولة مختلفة، خاصة الجامعات اللي ممكن بشكل يعني سريع جدا لو ما حصلش نوع من التحكم في متابعة ازاي آليات التطعيم، ممكن طبعا المسألة تبقى يعني مشكلة. هو أنا حاف عند رقمين الأسبوع اللي فات، احنا ده الأسبوع اللي فات اللي بقى كده زادوا 90% أخذوا الجرعة الأولى و 80% أخذوا الجرعتين من كل العاملين في الجامعات والمجال التعليمي، سواء كان تعليم عالي أو تعليم يعني قبل الجامعي. وده بيعكس قدرة الدولة المصرية على الحشد والتنسيق ما بين الجامعات والتنسيق ما بين الوزارات أيضا. إنه لما الحكومة بتقول محدش هيخش المصلحة الحكومية يعمل أي مصلحة في أي مكان حكومي قبل التاريخ المحدد وهو مش واخد لقاح، أو محدش هيخش مجال عمله وهو مش واخد لقاح، إحنا هنا أمام حكومة فيها تنسيق وفيها تنظيم وبتحكمها رؤية استراتيجية وبتحكمها إدارة أزمة على أعلى مستوى. صحيح. وفكرة احترام المعايير الدولية، يعني في العالم كله دلوقتي ما فيش أي يعني فعالية بتحصل أو في أي مؤتمر بيتعمل أو في أي يعني مؤسسة حتى بتدخلها إلا ما يكون في اهتمام بإتباع إجراءات اللازمة وأن يكون بالفعل الشخص حاصل على التطعيم. طبعا كل التوفيق أن هم يقدروا يكملوا العدد اللي لسه متبقي من الناس اللي المفروض أنها تحصل على التطعيم. عندنا بقى طيب خبر عندنا نروح لبوابة الأهرام ونقرأ منها هذا الخبر. وزير البترول 400,000 سيارة تم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي. نص الخبر بيقول: قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن هناك نحو 400,000 سيارة تم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي، إلى جانب ما يتم إضافته من سيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي من خلال مبادرة إحلال وتحويل السيارات والتي تخدمها أكثر من 520 محطة لتموين السيارات بالغاز على مستوى الجمهورية، في ظل التوسع الكبير في إنشاء هذه المحطات خلال الفترة الأخيرة تنفيذا لمبادرة الرئيس السيسي. وطبعا ده برضو يعني كمان ملمح ملف مهم وأحد الملامح في نجاح هذه الحكومة الحالية في التعامل مع موضوع الإحلال وتنقية البيئة ووضع الغاز كوقود استراتيجي بدل البنزين. صحيح. لأنه العالم كله بيشهد يعني تراجع في استخدام البنزين. صحيح. الخبر الثالث معنا من أخبار اليوم: التعليم 10 أسئلة الامتحان كل مادة لرابعة ابتدائي. أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن عدد الأسئلة في كل امتحان من امتحانات الصف الرابع الابتدائي المقرر عقده في 5 ديسمبر القادم عن شهري أكتوبر ونوفمبر هو 10 أسئلة قصيرة متنوعة تقيس فهم مخرجات التعلم أو أهداف الدروس في المواد الأساسية، وهي اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، الدراسات الاجتماعية، العلوم. وقال وزير التربية والتعليم في تصريح له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن امتحانات الشهر هي في حد ذاتها أمثلة من طرق التقييم مثلها مثل الأنشطة داخل الكتب الجديدة، قائلا: نعلم الأطفال كيف يفكرون وكيف يتعلمون. طبعا تحية، لأن أنا الحقيقة فكرة إن إزاي يكون في تحول في مفاهيم التعليم والتعلم، وإن إزاي بالفعل يكون في نوع من التأكيد على إن أنا بطلع جيل قادر على التفكير والإبداع والخيال، وإن يقدر إزاي يستخدم ده بشكل كبير جدا من خلال قدراته الشخصية وقدراته الخاصة. صحيح. أعتقد هو ده الهدف الأساسي من التعلم يعني. صحيح. هي طبعا وزارة حملها ثقيل وفي نقاش بيبقى موجود في الشارع المصري ما بين كل الأباء والأمهات. الوزير صرح أكثر من مرة عبر مواقع كتيرة رسمية أنه بيرحب بكل النقاش ما لم يتجاوز حدود الذوق العام والأداب. في نقاشات كتيرة طبعا احنا متفاهمين أنه يعني أي حاجة خاصة بأولادنا تبقى يعني ليها حساسية جديدة عندنا طبعا، لكن خلونا ندي الأمور وقتها وندي الفرصة وقتها علشان تتخلق ويصبح لها شكل واضح
لانه مصر فعلا بتشهد تطور في مجال التعليم. بس محدش بقى ايه يرمي الحمل كله على المدرسة والأسرة ما فيش والأب والأم ما فيش. حاجات كتيرة جدا ممكن نتكلم فيها. طيب نروح لليوم السابع، هنقرأ منها هذا الخبر تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي: مدبولي في الاحتفال بالعيد الأول للطاقة النووية، استخدامها لتوليد الكهرباء أحد الأركان الأساسية للتنمية المستدامة، ومصر دخلت عصرا جديدا لبدء تحقيق الحلم النووي. نص الخبر بيقول: ألقى اليوم أو أمس طبعا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كلمة في احتفالية هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالعيد الأول للطاقة النووية الذي يقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. أشار مدبولي في كلمته إلى أن برنامج النووي المصري ظل لعقود عديدة محل رعاية واهتمام كأحد ركائز والخيارات الاستراتيجية لتعزيز خطط التنمية، لافتا إلى أن مصر من أوائل الدول التي أدركت منذ بداية الخمسينيات من القرن الماضي أهمية استخدام الطاقة النووية، كما أنها من أوائل الدول المؤسسة للوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 57، وتمتلك من الإمكانات والكوادر ما يمكنها من الانطلاق في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. ده كان حدث شديد الأهمية امبارح في الحقيقة، وكان موجود في قاعة المنارة وتابعناه كلنا، واحتفلنا مصر احتفلت امبارح بهذا اليوم التاريخي. احنا بنؤكد على حاجتين: اولا سلمية هذا البرنامج النووي المصري، التانية حاجة انه ايضا بنؤكد على التزام مصر بنزع السلاح النووي من المنطقة، واتفاقية نزع السلاح النووي من المنطقة منطقة الشرق الأوسط، المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام. البرنامج النووي في كلام كتير بقى يتقال عليه، وفي علماء مصر كتير نحتفل بيهم، ومبارح تم تكريم عدد منهم، وعايزين نأكد انه فعلا ده حلم مصري. يعني بناة الأهرام حلموا وعملوا أهرام وسابوها، انا اعتقد انه البرنامج النووي المصري هبة لا يقل أهمية استمرار الحبل السري بيننا وبين القدماء يعني المصري. يعني الطاقة النووية وكلام كتير بقى يتقال فيها. إن شاء الله إن شاء الله هيبقى الأيام اللي جاية في برنامج صباحنا مصري هنطعمه بمجموعة من اللقاءات حول هذا الموضوع، سواء كان برنامج الفضاء المصري أو النووي المصري. الحقيقة في هذه المسألة تحديدا أنا بس عايزة ألقي الضوء دايما على فكرة اهتمامنا بالعلم، لأن فكرة استخدامات السلمية للطاقة النووية في العالم ككل في العالم بأسره هو طبعا إضافة حقيقية طبعا للمنظومة المصرية، لكن في نفس الوقت إزاي ده يتحقق بشكل علمي وشكل فيه قدر كبير من الوعي والثقافة حتى عند القاعدة الشعبية، أعتقد مسألة مهمة جدا إن احنا نشتغل عليها كلنا بقى يا عبد الله، أعتقد وخاصة خلال الفترة القادمة. يعني من الطاقة النووية هروح للشروق، ممثلة يونيسف بمصر والتصريح ليها: الإعلام له تأثير كبير لضمان حقوق الطفل. نبهت ممثلة منظمة اليونيسف بجمهورية مصر العربية ألفة طنطاوي إلى دور الإعلام وتأثيره الكبير لضمان حقوق الطفل حتى يكون كامل الأهلية وقادرا على التعبير، مشددة على ضرورة وجود معايير لضمان قيام الإعلام بدوره وتوفير المناخ الإيجابي لتمكين الأطفال. جاء ذلك في كلماتها خلال المائدة المستديرة التي نظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر بالتعاون مع منظمة اليونيسف تحت عنوان تعزيز السياسات والمساءلة في إطار المسؤولية المشتركة. مسألة كبيرة ومهمة، وأعتقد فكرة التأكيد على دور الإعلام في ضمان حقوق الطفل مسألة المفروض أن مصر منذ سنوات منذ عقود كان فيه اهتمام كبير طبعا بهذا الملف، فكرة التأكيد عليه مجددا، وفكرة أن احنا بالفعل يكون عندنا سياسات ورؤى واضحة أن احنا ازاي نقدر نضمن حدوث ده أو نضمن تحقيقه على أرض الواقع، أعتقد مسألة مهمة كده ربط الإعلام بحقوق الطفل. يعني طبعا لا، ما يعني موضوع إعلام الطفل ده موضوع كبير، ومصر يعني حققت خطوات كبيرة فيه. نتمنى أنه يرجع الوضع الخاص بإعلام الطفل في مصر كما كان في السابق. وعايز أقول لحضراتكم أنه درجة النضج اللي وصلنا ليها أنه حتى استخدام الأطفال في بعض المعلومات أو في بعض الإعلانات الخاصة بالأطفال لازم الولد تكون ملامحه تتبع للوطن اللي الإعلان بيذاع فيه. شوفوا درجة شوفي درجة عشان ما نخلقش في اللاوعي عند الأطفال إنه أبو عيون خضرة ده أو أبو عيون زرقة هو ده النموذج اللي يحتذى بيه. شوفوا درجة الوعي اللي وصلنا لها إيه في مجال الإعلام الخاص بالطفل. إحنا عايزين نرجع تاني لهذه الدرجة المهنية العالية إن شاء الله.